انا اتعبد الله بهذا الاسلوب والحمد لله. ابن عثيمين مات وهو يدعي لي وكنت اتكلم بيته في مجلسه واذا جاء امر من ال سعود ولا كذا جيت الحمد لله انا ابو علي واحد شايب عشان اضحكهم ونسهم ويضحك الشيخ ويحط غطته باسمه ابن عثيمين تعرف الابيض يضحك يصير وجهه ايش؟ احمر مو مثل الاسمر يصير وجهه جلكسي اي والله ويضحك الشيخ والحمد لله محمد بن راشد سلمت عليه في رمضان افطرت عنده قال الله يجزاك خير تونسنا الله ما هنا امير ولا حاكم ولا هذا اسلم عليه الا يدعي لي احد نعمه ولا شيخ حتى المفتي الحمد لله مفتي المملكه عندنا غير الشيخ حتى صاحب الحميد ما تعرفون صاحب الحميد نعم ما جاكم هنا مو برجل عنده عقليه متفتحه صح ولا مو صح؟ نعم ورئيس مجلس الشورى وكان رئيس العدل يقول والله بناتي احنا رايحين للطائف ما يستنسون على شرطانك انا هذا اسلوبي ما اقدر اغير حاجه اقول قوله تعالى سوره البقره قد علم كل ناس مشربه ايش لا يجي احد يزعل علي صح لا عجل خش هذا كل انسان له اسلوبه مثلا قوته في الطرحه وكذا هذا كما تعلم الناس مشارب انا لو كلكم اقول لكم طلعوا الساعات طلعوا الساعات نعم طال عمرك انا اشوف كل ساعه مختلفه صح طيب لو الاختلاف الامزجه ما بارت السلع صحيح هاي طبيعه الناس صحيح ابن عثيمين الله يرحمه يمكن كانوا متواجدين في المجلس قالوا له كذا نصه تعرفون ابن عثيمين عالم نعم قالوا يا شيخ محمد ويشهد بذلك خالد المصلح يجيكم تعرفون الشيخ خالد المصلح نعم. وكذا شيخ كانوا حاضرين قالوا يا شيخ محمد يعني ابو عبد الله اسلوبه كذا كذا قال بهذا النص الشيخ محمد مع جلاله قدره قال والله انا ما اقدر مثل ابو عبد العزيز انا ما اقدر هو عالم شوف هو له اسلوبه وانت لك اسلوبك